المسلحة المصرية أسطورة عسكرية، أقسم رجالها يمين الولاء بأن تظل راية مصر عالية خفاقة تعانق السماء، فاستحقوا أن يلقبوا بالجيش الأبي. هكذا فرضت التحديات الإقليمية والمتغيرات الدولية أن تحظى مصر بنقلة نوعية في منظوماتها التسليحية وقدراتها القتالية على كافة المحاور الاستراتيجية للحفاظ على أمن مصر القومي والوطن العربي. تعرفين إحنا دولة مش معتدية أبداً ولا تسعى للتدخل في شؤون الآخرين، هي دولة عايزة تحافظ على حدودها وعلى أرضها وعلى أمنها القومي وعلى مصالحها. كان لابد ان الجيش يبقى فيه خطة للحصول على معدات تمكنه في ظل التطور الكبير اللي حصل في مجال النظم التسليح المختلفة، وانا اقدر اقول لكم يعني ان ده تحقق. وفي اعقاب ثورة 30 يونيو 2013 حدثت طفرة تسليحية غير مسبوقة شهدتها القوات المسلحة في كافة المجالات مع تنوع مصادر التسليح. القوات البحرية المصرية سادة البحار، غايتهم الأساسية حماية مياه مصر الاقتصادية على طول الاتجاهات الاستراتيجية. هكذا تنوعت القدرات القتالية لقواتنا البحرية وشملت العديد من المحطات الفارقة، ومنها امتلاك مصر لحاملتي المروحيات من طراز مسترال جمال عبد الناصر وأنور السادات، غواصات طراز 209 على 1400، فرقاطات متعددة المهام طراز فريم، جوين، ميكو 200، لانشات طراز عمر بن الخطاب. القوات الجوية المصرية نسور السماء الحامية لأمن مصر القومي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. ولا تكف قواتنا الجوية عن تطوير منظوماتها القتالية بالانطلاقة الكبرى مع انضمام أحدث الطائرات المتعددة المهام طراز رافال وطائرات الميج 29، بالإضافة إلى طائرات F-16 بلوك 52، الهليكوبتر الهجومي أباتشي كامو 124، طائرات الإبرار والبحث والإنقاذ من طراز أغوستا، هذا بالإضافة إلى ما تم تحديثه من أسطول طائرات النقل الجوي بدخول طائرات النقل من طراز كاسا وطائرات النقل إليوشن. قوات الدفاع الجوي درع سماء مصر، والتي شهدت طفرة هائلة في مجال تطوير قدراتها القتالية وتأمين الأجواء المصرية ضد أي اعتداء خارجي مهما تعالت قدراته وتنوعت طائراته. تطوير في المنظومة التسليحية بشبكة إنذار مزودة بأجهزة رادارية حديثة قادرة على اكتشاف وتتبع جميع أنواع العدائية الجوية، كما تم تدبير أنظمة صواريخ ذاتية الحركة تمتاز بالقدرة العالية على المناورة ومواكبة لأحدث ما توصل إليه العلم العسكري. تم إدخال العديد من المسيرات الموجهة بدون طيار مثل طائرات الوينغ لونغ، طائرات S-100، طائرات مسيرة مختلفة الطرازات توفر الوقت والجهد والدقة في جمع المعلومات. إن تلك السياسة في إعداد وتطوير القوات المسلحة المصرية جعلتها تقف اليوم في مكانة متميزة بين جيوش العالم المتقدمة، وظهرت تجلياتها في معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس، مما أدى إلى سعي العديد من الدول الأجنبية للتعاون مع مصر في مجال التسليح والتصنيع الحربي المشترك، الذي أسفر عن تصنيع فرقاطات بحرية طراز جوين، لانشات المرور الساحلي طراز سويفت،
والرب القتالي المدرع تراز درافان 1200، وتوج التصنيع الحربي المشترك بتوقيع بروتوكول مع شركة هانوا الكورية الجنوبية لتصنيع الهاوتزر 155 ملي تراز K9A1EGY ليكون إضافة جديدة لسلاح المدفعية المصرية. ويتعاظم التصنيع الحربي عبر قلاع وطنية استطاعت أن تلبي مطالب قواتنا المسلحة في مجالات التسليح المختلفة. تطوير شامل في القوات المسلحة المصرية واكبه الاهتمام بالفرد المقاتل إدارياً وتدريبياً. ومعنوياً فانعكست آثاره الإيجابية على الاستيعاب الأمثل للأسلحة والمعدات. قدرات جديدة تضاف إلى قواتنا المسلحة بإنشاء العديد من القواعد العسكرية البرية والبحرية والجوية، والتي تعبر عن رؤية القيادة السياسية لسبل مواجهة التحديات المتنامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وتوجت هذه الطفرة العسكرية الهائلة بإنشاء القيادة الاستراتيجية للجيش المصري، والتي تجتمع فيها كل دلائل القوة والسيطرة. نطاق هائل يحوي العديد من المنشآت التي تضم مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادات الأفرع الرئيسية والهيئات والإدارات، كما تضم مركز تنسيق دفاع الدولة الاستراتيجي، مدينة عسكرية ذكية بما تحتويه من أحدث النظم التكنولوجية العالمية لتكون وبحق درعا يحمي وسيفا يذود عن أرض الوطن. جيش المصري جيش قوي صحيح، ومن أقوى جيوش المنطقة صحيح، ولكن هو جيش رشيد، جيش بيحمي مش بيهدد، جيش بيأمن مش بيعتدي. دي استراتيجيتنا وده عقائدنا ودي ثوابتنا اللي ما بتتغيرش. تتعدد المهام وتتنوع التحديات، وتواصل قواتنا المسلحة المصرية الوصول بقدراتها القتالية إلى أبعد المديات. ويبقى جيش مصر خير أجناد الأرض والتجسيد الحي لمعنى الجيش الأبي.